إعادة تأهيل مداخل المدينة، إعادة تأهيل كورنيش الأمبوني، تعزيز العرض الصحي عبر الترخيص في مستشفيين متعددة التخصصات بشراكة مع مؤسسة الشيخ زايد ومؤسسة جاسم بن حمد وجاسم الخيرية. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات الاستراتيجية التي ستحدد التوجهات الكرة الاقتصادية والاجتماعي والعمراني المختلف في ربوع الإقليم على رأسها المخطط المديري لأسفي الكبرى، تصميم التهيئة لمدينة أسفي، الدراسات القطاعية للمنطقة الصناعية بجامعة بن سلمان وغيرها. أيها الحضور الكريم، ونحن نخرج اليوم الوطني المهاجر، لا بد من أن نقف وقفة تقدير وإجلال، عرفانا بالتضحية التي قدمها وما زال مغاربة العالم، واعترافا بمساهمتهم غير محدودة في تنمية المغرب وكل عالم ومغاربة العالم بخير. وفقر الله جميعا لما فيه خدمة هذا الوطن في جلد رعاية الملكة السامية لصاحب جلالة الملك محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنستمع لمقتطف من خطاب الملكي لعيد العرش المجيد هذه السنة. مشروع قانون رقم 47/18 متعلق بإصلاح مراكز جوية الاستثمار، تثمين كفاءات مغاربة العالم في مجال الاستثمار، وهنا سنتحدث عن أقطاب التميز في الإقليم وعن التوجهات الكبرى العمرانية للإقليم، الإجراءات العملية لتحفيز مغاربة العالم على الاستثمار. إذا جاء على لسان صاحب الجلالة، والواقع أنه لا يمكن توفير فرص شغل أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة إلا بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني. ولهذه الغاية فإنه يتعين على الخصوص العمل على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية، أولها إصدار نطاق لا تمركز إداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ قرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة، وثانيها الإسراع بإخراج ميثاق الجديد للاستثمار وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية، وثالثها اعتماد نصوص قانونية. انتهى كلام صاحب الجلالة. نائب عودة، السلام عليكم. نجتمع اليوم لإحياء اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك تحت شعار آيات الأدوار لكفاءات المغربية بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني. وإنه الاختيار الموفق كشعار لهذا اليوم الوطني الذي يزيدنا إيمانا بهويتنا المغربية الوطنية، وذلك عبر مساهمتنا في البناء الاقتصادي وتنمية بلادنا. والفكرة ديال هذا المنظمة بالضبط ما في كما يقول ما الناس في مسكينة شوية محرورة. كانت ما بقاش بالنسبة واش الاحمق اجي يجي عندنا لكازا، حنا عندنا كاع الفرص باش ان شاء الله المشروع ديالك يكون ناجح. Thank you.